اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المستمعين والمستمعات، مع معلومة جميلة وقصة جديدة عن أشخاص تحدى الله عز وجل فكانت نهايتهم وخيمة. لا أحد يتحدى الله. أولهم هو توماس أندروز. توماس أندروز هو الرجل الذي صنع سفينة تايتانيك. عندما سأله الصحفي عن قوة وأمان سفينته، قال بلهجة قوية متكبرة: حتى الله لن يستطيع إغراقها، غرقت ومن أول رحلة. فرعون حاكم مصر الذي كان في عهد النبي موسى عليه السلام قال: أنا ربكم الأعلى. فشق الله سبحانه وتعالى البحر لموسى عليه السلام، أغرق فرعون وجنده، وأبقى الله جثة فرعون ليكون عبرة لمن بعده. كازوزا مطرب وشاعر وشاذ جنسي، خلال حفلة إفريو دي جونيور كان يدخن سيجارة ثم أخرج الدخان في الهواء وقال: إلهي هذه لك. مات في عام 32 من عمره بعز شبابه بمرض الإيدز، وكانت له صورة بشعة. منطقة كامبانيا في البرازيل في عام 2005، كان هنالك مجموعة من الأصدقاء السكارى ذهبوا ليقلوا أحد صديقاتهم السفران مثلهم، ولكن أمها كانت قلقة وخائفة عليها من أصدقائها السكارى، فقالت لها بعد أن أمسكت بيدها: اذهبي والله معك ليحكمك. فردت الفتاة بكلام تافه وقالت: إذا أراد الله أن يسافر معنا فليس له سوى صندوق السيارة، لأن السيارة ممتلئة. بعد عدة ساعات وصل خبر بأنهم تعرضوا إلى حادث مريع لدرجة أن الشرطة لم تتعرف على نوع السيارة، وكل من كانوا قلن في داخل السيارة مات. والمذهل أن صندوق السيارة لم يتأذى، حتى أن الشرطة أذهلوا أكثر أن وجدوا أن في صندوق السيارة هذا علبة من البيض لم تصب بأي أذى. منطقة لدينا تيكاندا توفير. تيكاندا هذا رئيس البرازيل خلال حفلة انتخابية قال: إذا حصلت على 500,000 صوت حتى الله لن يستطيع إزاحتي. بالفعل حصل على 500,000 صوت ومات ولم يسلم منصبه. كريستين هول. كريستين هذه صحفية وضيفة جامعية، قالت إن القرآن على الرغم من أنه يحتوي كلام الله هو أسوأ كتاب برأيها. وفي 2006 وجدت محترقة ومتفحمة وماتت بعد فترة قصيرة. لا أحد يتحدى الله. أعزائي المستمعين والمستمعات، الله موجود في كل مكان، وهو العظيم وهو الخالق. ما ننعم به نحن المسلمون يختلف تماما عما ينعم به هؤلاء الكفر الذين لا يعرفون الإسلام معنا. نحن نعبد الله ونمجده ونحترمه ونقوم بما يمليه علينا ديننا تجاه الله رب العالمين. احمدوا الله ليل نهار على أنكم مسلمون، ولا تنسوا أبوكم وأمكم في دعائكم الذين كانوا سببا في إسلامكم. أبعدنا الله عن غضب الرحمن وأبعدنا عن الشرك. ولا تنسوا دائما أعزائي المستمعين والمستمعات أن تدعوا بهذا الدعاء، فهو مهم جدا، ألا وهو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا تنسوا دائما أن تطلبوا من الله حسن الخاتمة والتوبة الصادقة قبل الموت والشهادة عند الموت والرحمة والمغفرة والجنة ونعيمها بعد الموت. فالإنسان لديه لسان كالأفعى، قد يقول الكلمة ولا يلقي لها بالا فتكون سببا في دخوله إلى جهنم وتحل عليه غضب الرحمن في الدنيا والآخرة. هذا ما لدينا اليوم، أتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك بالقناة. أنتظر تعليقاتكم بفارغ الصبر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.